كل الأحلام عشناها، كل الأحلام عشناها، كل الأحزان نسيناها، كل الأحزان نسيناها، كل الأشواق بنيناها في قرية تو 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 تو، في قرية تو 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 تو. معنا هيا يا أطفال، معنا هيا يا أطفال، ننشد فرحا للآمال، ننشد فرحا للآمال، في قرية تو قرية تو 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 تو. في هدأة الليل وضوء القمر وشروق الشمس يقبل الحجر، في هدأة الليل وضوء القمر وشروق الشمس يقبل الحجر، يحلو النشيد دوما في قرية تو 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 تو، في قرية تو في قريتي. لا تقلقي آنسة تفاحة، سيصل القطار إن شاء الله. إن شاء الله. لكن لما أنت قلقة؟ ماذا تنتظرين يا آنسة تفاحة؟ من المفروض أن أتلقى رسالة من المدينة. الحمد لله وصل القطار. تفضلي. شكرا لك سيد خس، ممتاز. الأخبار سارة يا آنسة؟ الحمد لله سيدة ملفوفة، سيكون هنا غدا. ماذا؟ يجب أن أخبر مدير المدرسة بالأمر. السلام عليكم. وعليكم السلام. كما قلت انطلقت مسرعة ولم تسمع مني أي كلمة أبدا. لابد وأنها كانت رسالة هامة. هذا مؤكد. ماذا حدث؟ هل سيكون القادم في الغد هي المعلمة الجديدة؟ لقد أمضت الآنسة تفاحة وقتا طويلا هنا، لذا لا، يجب أن نقوم بإعداد حفل وداع للآنسة تفاحة. لا يمكن أن ترحل. الآنسة لم تذكر لنا ذلك أبداً. نعم، ربما كان من الصعب عليها أن تخبركم. لا أصدق. دعونا نتأكد من هذا الخبر من الآنسة تفاحة مباشرةً. حضرة المدير، ما بك حزينة هكذا يا آنسة تفاحة؟ الفراق صعب. نعم، أنت محقة فعلاً. ستغادر الآنسة تفاحة القرية. أنا لا أصدق. يكفي بكاءً، دعينا نفكر بخطة ما لإبقاء الآنسة تفاحة في القرية. ولكن ما هو السبب الذي جعل الآنسة تفاحة تقرر مغادرة القرية؟ ربما كان سبب تركها لنا أننا كنا نثير غضبها أثناء التدريس. والحل إذن؟ أنا لا أريد أن تغادر الآنسة تفاحة القرية، لا أريد. في بداية العام قمت مرة بالتأخر عن الصف وقد أغضبها ذلك كثيرا مني. وأنا أيضا لقد أثرت غضبها عندما لم أحفظ الأذكار. أعتقد أنها غلطتنا جميعا يا أصدقائي. نعم، لدي فكرة جيدة وإن شاء الله ستنجح خطتي. ما هي يا بسمة؟ إذا ما أصبحنا تلاميذ مثاليين فربما تغير الآنسة تفاحة رأيها وتبقى معنا. كيف نفعل هذا؟ استمعوا إلي. السلام عليكم. وعليكم السلام آنسة تفاحة. ماذا تفعلون يا أعزائي؟ تفضلي. ما رأيك بصفنا يا آنسة؟ يا إلهي، لا أصدق ما أرى. لقد قمنا بتنظيف الصف لأننا نحب النظافة يا آنسة تفاحة، هل ترين؟ نعم، فالنظافة من خلق المسلم. ما شاء الله، كم أنتم تلاميذ مثاليون اليوم. حقا؟ هل نحن حقا تلاميذ مثاليون يا آنسة؟ بالطبع، ما دمتم تطيعون أمر الله. رائع. سنفتقد الآنسة تفاحة كثيرا. نعم هذا صحيح، أرجو أن تكون المعلمة الجديدة كالآنسة تفاحة. نقار، إنها أخبار سارة. قلتما ستترك الآنسة تفاحة مدرسة القرية؟ القرية بأكملها تتحدث عن هذا. انتهينا، كل شيء نظيف الآن، وسوف تفرح الآنسة تفاحة بعملنا. هيا بنا لنراها، موافقون؟ أجل. هذا عمل متقن. أجل.
الصغار، هناك شيء يجب أن أخبركم عنه. آنسة تفاحة! أرجوك لا تغادر القرية يا آنسة تفاحة! آنسة تفاحة أرجوك لا تتركينا! من قال هذا؟ نقار، لماذا قرر المعلم السطو على القطار فجأة؟ لا أدري. هاي اسكت يا رفرف، افعل ما أقوله لك. إذا ما قمنا بتهديد المعلمة الجديدة فإنها ستغادر القرية. لقد وصل القطار أسلحة. هيا نقار اطغرني. رفرف يا رفرف، يا إلهي، القطار. ما هذا؟ يا أمسكنا بالقطار. إلى أين سنذهب يا آنسة تفاحة؟ نحن ذاهبون للمحطة، وعندما يصل القطار ستعرفون. أكيد حدث أمر ما. السلام عليكم، ماذا حدث؟ وعليكم السلام. لقد تأخر القطار عن موعده. حقا؟ أي. لا يوجد أحد هنا. لماذا لم تأتي المعلمة الجديدة في القطار يا أستاذ رفرف؟ ربما كانت في العربة هناك. أحضروها. أحضروها فورا إلي. ما الذي تفعلونه؟ هل هذا أنت خفاش؟ توقف توقف. يا عضبت لساني. آنسة تفاحة، ماذا يوجد في عربة الشاحن؟ أخبرينا. عم بلوط، أنزله لو سمحت. مدهش، مكتب جديد. الآن فهمت القصة، حصلنا على مكتب جديد بدلا من المكتب القديم. اعتقدنا أن الآنسة تفاحة ستغادر المدينة لكي تذهب إلى مدرسة جديدة. لقد أساءت السيدة ملفوفة الفهم كالمعتاد، سوء الفهم حدث بسببها. لا تقولي هذا يا بسمة، نحن محظوظون لأننا سنقيم حفلا للآنسة الغالية تفاحة. الاستقبال أفضل من الوداع. بسمة بسمة كلمة ورسمة. بسمة كلمة ورسمة. البقرتين متعبة.
أمر غريب، إنها تحب الاستحمام بالعادة. ما بها؟ هيا تحركي. هاي، ماذا بك أيتها البقرة؟ استحمي. إنها لا ترغب بالاستحمام. أوتش، ماذا ممتع؟ كم أحب الاستحمام. سنجري سباقا. سباق؟ سباق القدرة على البقاء على ظهر البقرة لأطول فترة ممكنة. هذا مدهش. هل هذا ممكن؟ أعني قد تشعر البقرة بالتعب. لا، لا توجد مشكلة. هاي، انطلقي الآن. هيا، انطلقي، انطلقي. هيا، هيا. لماذا لا تتحرك؟ يبدو أن البقرة مريضة فعلا. هيا انطلقي. هيا. أمر غريب توتو، إنها تتنفس بصعوبة. علينا الرفق بها، المسكينة تبدو مريضة. فعلا إنها مريضة. أبي، هل هي بخير؟ كانت تعاني من حمى خفيفة منذ الصباح، واعتقدت أنها بخير، وقد أطلقتها وتركتها ترعى في السهول كالعادة. لقد كانت مريضة منذ الصباح، لهذا ابتعدت كثيرا عن المزرعة. مريضة كما قلت. لابد أنها مصابة بالراشح. الراشح؟ لابد أنها تعرضت للبرد. وهل ستتحسن عما قريب سيد بصل؟ أرجو ذلك. أرجو الله أن تتحسن، ولكن حالتها سيئة الآن، لذا لست متأكدا فيما إذا كانت ستعيش. ماذا؟ علينا أن نفعل شيئا. دكتور ضفدع، دكتور ضفدع، افعل شيئا، أرجوك، أرجوك. لقد فعلت ما بوسعي، والشفاء من عند الله، والحل هو أن تدعو الله. سيد بصلة، سيد بصلة، اتركاني. سيحل الظلام قريبا. اتركاني، سأذهب للجبال. لابد من اتخاذ الأسباب وجلب الأعشاب الطبية حتى يشفيها الله. أعشاب طبية؟ توقف دكتور ضفدع، من الخطر عليك الذهاب إلى هناك في الظلام وحدك. بإمكانك الذهاب في صباح الغد، سيكون ذلك أفضل. ولكن بسمة، أين ذهب توتو في هذا الوقت؟ لست أدري، لا يوجد له أي أثر يا سمر. أتظنين أنه ذهب لإحضار الأعشاب الطبية؟ ماذا قلت؟ مؤسف، هذه ليست الأعشاب الطبية، ولا هذا، ولا هذا، ولا هذا. توتو، أين أجدها يا ترى؟ أين؟ توتو، هذه ليست الأعشاب الطبية. أين ذهب توتو؟ أنا خائفة. حصلت عليها أخيرا، الحمد لله. أي 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 أي. إنه صوت توتو. لقد جرحت قدمي. ماذا أفعل؟ لا لا لا. توتو، توتو، هل أنت بخير؟ أبي، أنت هنا؟ توتو، لماذا أتيت إلى هنا وحدك في الظلام ودون أن تخبر أحدا؟ لقد كدت تقع في المشاكل يا بني. لقد أتيت إلى هنا لإحضار الأعشاب الطبية التي تحدث عنها الدكتور ضفدع لمعالجة البقرة. آسف. أخبرنا توتو، هل وجدتها؟ أخبرنا. نعم، هيا. حسنا، لقد تناولت الدواء، والآن دعونا ندعو لها.
كيف حال البقرة الآن؟ انظروا. البقرة تتحرك، الحمد لله، الله شفاها. لقد تحسنت البقرة الآن، الحمد لله، الحمد لله، لقد شفيت، الحمد لله، الحمد لله. مهلا انتبهوا. سمر، بسمة، توتو. دكتور ضفدع، أتعلم إن هذا يجعلني أشعر بسعادة غامرة؟ فعلا يا أبا توتو، لذا علينا أن نشكر الله على نعمه علينا. أفضل طبيب في قرية التوت. أنت الرائعة. كل الأحلام عشناها، كل الأحزان نسيناها، كل الأشواق بنيناها في قرية تو 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 تو، في قرية تو 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 تو. معنا هيا يا أطفال، معنا هيا يا أطفال، ننشد فرحا للآمال، ننشد فرحا للآمال في قرية تو 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 تو، في قرية تو 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 تو. في هدأة الليل وضوء القمر وشروق الشمس يقبل الحجر، في هدأة الليل وضوء القمر وشروق الشمس يقبل الحجر، يحلو النشيد دا.